وفريق الوداد البيضاوي لما داز الفينال ديال عصبة الأبطال على فاش فاز على ساندوس خرج على السكة الصحيحة وخا ثقة في النفس، هذا غادي يزيد لاعبين شحنة وغادي يلعبوا مع الدفاع الحسن الجديد في كأس العرش. إن شاء الله غادي يفوزوا إن شاء الله نتيجة وأداء، وفريق الوداد البيضاوي لا خوف عليه، فرق كبير، فرق اللي كيلعب على الألقاب إن شاء الله. هذا الموسم إن شاء الله لقبين أو ثلاثة إن شاء الله كينتظرونا إن شاء الله. بالنسبة للتوقعات ديالك النتيجة ديال غدا إن شاء الله؟ وإن شاء الله فريق الوداد البيضاوي إن شاء الله ينتصر بواحد هدف إلى صفر إن شاء الله، نتيجة وأداء تكون فرجة إن شاء الله. كيكونوا غيابات غدا؟ غيابات ما فارق فارق الوداد البيضاوي ما كتكلموش على غيابات، لان عنده لاعبين كبار، عنده بونتوش فهمتي، كل بوست في دوبلور، يعني الا مشى مثلا هاد اللاعب كتلقى لاعب بحاله ولا احسن منه. خير دليل على تاكناوتي مع الحارس اللي ولا دابا يسمو طيع، وبزاف ديال لي بوست فيهم لي دوبلور فيهم احسن من اللاعبين اللي شادين لي بوست ديالهم. كما كتعرف الوجه اللي بان ليه اللي بان به الوداد في المباراه الاخيره ضد سان داونز فاجئ الجميع. مع سان داونز اول مباراه كنشوفوا لا غرانتا، اول مباراه كنشوفوا مباراه بحال اللي كان المدرب اللي كان وليد الركراكي، زعما من وليد الركراكي ما بقاش شفنا بحال ديك المباراه حتى المباراه ديال سان داونز، وكاع المباراه المقبله ان شاء الله تكون لا غرانتا والاهداف ان شاء الله والالقاب ان شاء الله والتتويجات والجماهير كامله تفرح ان شاء الله، كل خير ان شاء الله 100%. واخويا كاين الوداد صراحه تنقول لك الوداد دات لي عقل يا اخويا، ما كرهش اللعب مع اخويا في اقرب وقت صراحه. انت الملقب نيمار، نيمار كلشي كيعرفك، نيمار كلشي كيعرفني هنا في المدينة. اشنو التوقعات ديالك النتيجه ديال غدا ان شاء الله ديال الوداد دي برحسين جديدي؟ ان شاء الله حنا تايقين في الوداد والجمهور ديال غدا ان شاء الله غنجيبوا الرباح الجديده ان شاء الله. ان شاء الله الوداد غيبقى فريق كبير، نعلي كم كتفرجنا في ذاك الماتش ديال سان داونز، نعلي صراحه صدموا كاع الجميع، كلشي كيقول خاسرين ولكن الحمد لله وعاوننا الله، ونتمنى من غدا ان شاء الله الرباح. ثلاثه نقاط مهمين لينا حنايا، وكنبغي نهنى فريق الوداد البيضاوي، اللعابه، الرئيس، الجماهير الوداديه اللي كتسهر على المباراه ديال فريق الوداد البيضاوي. التوقعات ديالك النتيجه ديال غدا ان شاء الله؟ وان شاء الله غدا غيكون شي 3-1، انا غنظن 3-1 ان شاء الله، وغنجيبوا الرباح ان شاء الله، وغنجيو عاوتاني البطوله ان شاء الله باقي فهمتي، باقي شادين حنا البطوله، وكنفكروا دابا في العصبه واخا ما فهمتش البطوله واخا هربات علينا شويه ماشي مشكل، نعلي فريق الوداد كيبقى كبير، باقي البطوله ان شاء الله شي غنجيبو. واش غتكون غدا ان شاء الله حاضر؟ ضروري، انا كنخلي الخدمه صاحبي وكنتفرج في الوداد، انا نعلي صغري دازا مع الوداد، نعلي حياتي انا دايز مع الوداد، نعلي كلشي كيعرف رابيع نيمار، ولا بغيت تعرفوني اكثر هي اليوتيوب عندي داير في رابيع نيمار. كما كتعرف انت كتموت على الوداد. شي حاجه ديال الوداد كبير فهمتي، من صغري باغي نلعب مع فارق. لعاب عندك في الوداد؟ نعلي صراحه هما كاملين زوينين، ولكن الحسوني فهمتي ونجم مطيع الحارس هو زوين تبارك الله. ان شاء الله غادي تكون مقابله ان شاء الله قويه، ومقابله ديال كاس العرش تبقى بوحدها، لان مقابله كاس العرش ماشي بحال البطوله، واخا اي فرقه تتلعب معها تتكون في محليه تتكون مزيانه وتتكون تروازيام ديفيزيون هو تيكونوا احسن فراقي، ومقابله الوداد الجديده غادي تكون الوداد جايه من واحد مأهله من واحد مقابله قويه في سان داونز، وان شاء الله غادي تكون حنا ان شاء الله تنتمناو الوداد تدوز، حنا بغينا ان شاء الله كاس العرش، راه ما ديناش شي 17 ولا 18 لاعب، وحنا هاد المقابله غادي ان شاء الله نديروا الجهد باش نربح الوداد. وتنحترم فريق الدفاع جديدي، وتنحترم طالب صديقي، وطالب احسن مدرب عزيز عليا حقيقه، هو فاش كان في الوداد واحد الانسان الله يعبرها دار، وانسان طيب، راه دابا ما شفتوش شي عامين ولا ثلاث سنين، وتعرفني مزيان، وانا ودادي قديم معروف في الوداد. توقعات ديالك النتيجه ديال غدا ان شاء الله؟ والنتيجه ان شاء الله غادي نربحوا، احتراماتي للدفاع جديدي وطالب، ولكن انتصار غتربح الوداد ان شاء الله بجوج. جوج زيرو ان شاء الله، جوج لواحد ولا جوج زيرو. اشنو رسالتك للاعبين ديال الوداد؟ واللاعبين داروا جهدهم كبير، احسن فريق الوداد الاليان، وما ننساش لاعبين تبارك الله كانوا قويين، ولكن احسن رئيس عندنا
احسن رئيس في المغرب، احسن رئيس هو الناصري، ما كاينش بحالو. راه انا الناصري ما عمري شفتو، باش ما يقولكش شي وحدين حيت ودادي شكرتي الناصري ولا مريقي ولا دجاجة. تيخدم انسان عمري شفت بحالو، انسان قوي، ان حتى تنحتارمو وتحتارمو الوداديين. حنا ما تيشغلنا في شي الاخر، حنا الفرقه ليكيب زوينه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.